حزقان. كم؟ 32. الأول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته السادة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحشر والقرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فنواصل معكم بإذن المولى تبارك وتعالى، نواصل دروس المقدمات السنوسية للإمام العلامة أستاذ المتكلمين وبحر العلوم العقلية والنقلية الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه، بشرح سيدنا أبي إسحاق إبراهيم الأندلسي السرقسطي رضي الله تعالى عنه. وصلنا عند قوله تتمة في ذكر حقيقة الحمد والشكر تكميلا للفائدة، والفوائد يكمل بعضها بعضا، وفوائد العلم لا نستطيع حصرها، ولذة العلم ومطالعته وقراءته لذة عظيمة لا يعرفها إلا العالمون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يفيض علينا من أنوار المعرفة به سبحانه وتعالى. أقرأ يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وبعلوم مشايخنا الدار آمين. تتمة لذكر حقيقة الحمد والشكر. كلمة إيه؟ تتمة، يعني إيه تتمة؟ يعني من التمام. فهل هناك فرق بين التمام والكمال؟ ما الفرق بين التمام والكمال؟ قال تعالى ولتكملوا العدة، وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة، وجمع بينهما في آية واحدة. هل تعرفون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ إذن فالإكمال يتعلق بالذوات بالأعداد، كما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا فأكملوا، ولم يقل فأتموا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن فهذا هو الكمال، ما فيه أعداد
أما التمام يتعلق بالهيئات. الكمال يتعلق بالذوات، والتمام يتعلق بالهيئات. واضح؟ أقرأ. تتمة في ذكر حقيقة الحمد والشكر تكميلا للفائدة. فالحمد لغة الثناء بالجميل على المحمود بجميل صفاته، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال. فالحمد لغة، ليس عندي أنا مشكلة، المشكلة في هواتفكم. الحمد لغة، ما إعراب لغة؟ فيها أقوال، منصوب أو منصوبة على نزع الخافض، لأن الأصل الحمد في اللغة، الحمد في اللغة، فإذا نزع الخافض فتكون الحمد لغة. هذا قول. القول الثاني أنها حال. القول الثالث أنها تمييز. فأي الأقوال أقرب إلى الصواب؟ اجتهدوا، فإن أصبتم فلكم أجران، وإن أخطأتم فعليكم ثلاثة أوزار. وجهت اعتراضات إلى أنها منصوبة على نزع الخافض، لأن هذا يؤدي إلى تعريف ما هو منكر، لأنها نكرة لغة، فإذا أتينا بالخافض صارت معرفة، فنقول الحمد في لغة ولا في اللغة، وهي منكرة وليست معرفة. فأولى الأقوال بالصواب أنها تمييز، أنها تمييز. أما إعرابها حال، فالحال لا يجيء من المصدر، إذن في كلام في إعرابها. أحسن الأقوال وأقربها أنها تمييز، لمن يعرف التمييز أو من عنده أدنى تمييز. يلا تفضل. فالحمد لغة الثناء بالجميل على المحمود بجميل صفاته، سواء الحمد لغة الثناء، هذا تعريف الحمد في اللغة، الثناء بالجميل على المحمود بجميل صفاته، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال. المختص بالمحمود كعلمه وشجاعته، فهذا هو تعريف الحمد في اللغة. الثناء، ما معنى الثناء ولماذا يقال ثناء؟ لأنه يعاد ويكرر، تثني يعني من من العود والتكرار. فإذا قلت أثنيت عليه يعني مدحته مرة بعد مرة، وأعود وأكرر مدحه، ولهذا سمي ثناء، كما في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني
لماذا سميت الفاتحة بالسبع المثاني؟ لأنها إيه؟ تثنى وتكرر، واضح؟ والحمد لغة الثناء بالجميل، يعني ما معنى بالجميل؟ يعني بالوصف الجميل أو بالكلام الجميل، كأن أقول إنك عالم أو إنك ذو سيرة حسنة أو إنك من معدن أصيل أو غير ذلك من الصفات المحمودة. فإذا ذكرت إنسانا بصفات، إذا ذكرت إنسانا بصفات محمودة فهذا هو الثناء بالجميل على المحمود بجميل صفاته، يعني نذكر صفاته الجميلة من علمه وأخلاقه وكرمه ومودته وإنسانيته وشجاعته وصلته للقربى إلى غير ذلك وشجاعته، كل هذا يسمى ثناء بالجميل. والحمد فيه كم ركن؟ في الحمد كم ركن؟ نعم؟ كم؟ لا أسمع. كم ركن في الحمد؟ خمسة. خمسة أركان، ما هي؟ الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه، هذه كم؟ أين الخامس؟ الصيغة. فسأعطيك مثالا، رجل اسمه زيد أكرمك أو أحسن إليك فأثنيت أنت عليه وأنت اسمك عمرو، فعمرو هو إيه؟ هو إيه؟ عمرو هو الحامد، وزيد هو المحمود. والمحمود به إذا قلت عن زيد إنه عالم، فالمحمود به هو العلم، وإذا كان قد علمك فيكون المحمود عليه هو العلم أيضا. أما إذا كان قد أكرمك فيكون المحمود به هو العلم، والمحمود عليه هو الكرم. والصيغة قولك زيد عالم أو زيد كريم، فهذه هي الأركان الخمسة، حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه والصيغة. المحمود عليه، ما الفرق بين المحمود به والمحمود عليه؟ المحمود به لا يشترط أن يكون اختياريا، يعني يمكن أن يكون زيد أكرمك أو علمك أو أعطاك مالا فأنت تقول حسن الوجه أو جميل الصورة، فهذا يسمى محمود به، جمال الصورة أو حسن الوجه. هل هذا أمر اختياري؟ لا، إنما لا بد في المحمود عليه أن يكون اختياريا، يعني أن يكون صنعه معك باختياره، كأن يكون قد علمك أو أكرمك أو قضى لك حاجة أو عاونك أو ساعدك أو دعا لك إلى غير ذلك. إذن فالمدار في اختيارية الحمد على المحمود عليه لا على المحمود به، فالمحمود به قد يكون اختياري وقد يكون غير، أما المحمود عليه لابد أن يكون اختياريا.
فمثلا إذا أثنيت على زيد لأنه يصلي بالليل أو يحافظ على الصلوات أو يطعم المساكين فهذا أمر اختياري، كونه يطعم أو يصلي بالليل أو يعلم الناس، هذه أمور اختيارية، واضح؟ أما إذا كانت الأمور التي تصدر منه ليست اختيارية فلا يسمى حمدا بل هو مدح. إذن ما الفرق بين المدح والحمد؟ أن المحمود عليه في الحمد اختياري، أما في المدح ليس اختياريا. فإذا قلت ما أجمل السماء أو ما أحسن الوردة فهذا يسمى مدح ولا يسمى إيه؟ ولا يسمى حمد. فهمنا؟ اقرأ. يبقى فهمنا. فالحمد لغة الثناء بالجميل على المحمود بجميل إيه؟ سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال. ما الفرق بين الإحسان والكمال؟ الإحسان متعدي شيء. نعم الإحسان متعدي، يعني كلمة إيه؟ أحسن فلان إلى فلان، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فالإحسان فيه تعدي، يعني أثره يتعدى إلى الغير. وأحسن كما أحسن الله إليك، فهذا هو الإحسان، أن يتعدى أثر نعمتك إلى غيرك، هذا يسمى إيه؟ إحسان. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأن العفو عن الناس وكظم الإيه؟ الغيظ والإنفاق، هذه صفات يتعدى أثرها إلى الغير. ينفقون في السراء والضراء، معنى ينفقون أنهم يعطون غيرهم، لو كانوا على أنفسهم إذن فما معنى أنهم يمدحون بالإنفاق. والكاظمين الغيظ، فهذا أيضا أثره متعد إلى الغير، أنه لا يوقع العقوبة فيمنعها عن غيره، فيكون الغير قد وقع عليه أثر هذا الإحسان. والعافين عن الناس، ولذلك يروى في القصة المشهورة أن جارية تصب الماء لأمير المؤمنين هارون الرشيد، فوقع الإناء من يدها أو انكسر، ووقع الماء أو أصاب أمير المؤمنين فغضب، فقالت له يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظ، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. الجواري كن فقيهات وعالمات، والآن الشباب تعلموا من الجاري. فالنعم التي يتعدى أثرها إلى الناس تسمى إحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني إذن الله تعالى يأمر بالعدل على سبيل الوجوب، أنه يجب العدل،
لأن مجانبة العدل تكون ظلما. أما الإحسان فهو رقي، وهو على سبيل الندب أو على سبيل الفضل. فالله تعالى أمر بالفضل وأمر بالعدل، لكن الأمر بالفضل ليس على سبيل الوجوب. في آية جمعت بينهما في سورة البقرة في عدة المطلقة قبل الدخول. من يحفظ الآية؟ ألا تحفظون القرآن؟ عدة المطلقة قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ما هو الحكم؟ فنصف ما فرض، هذا هو العدل. فنصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما معنى هذا؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده. يعفون هنا المراد بهن النسوة المطلقات قبل الدخول، فالنون هنا نون النسوة، ولها إشكالية في الصرف، لها موضوع آخر في علم الصرف. لا نريد الدخول فيه حتى لا نخرج إلى الصرف ثم إلى النحو ثم إلى البلاغة فيضيع الكتاب. يعفون يعني يتركنا أو يتنازلنا عن المهر بكليته للزوج، فلا يأخذون شيئا، طلقت قبل الدخول. طب لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ المطلقة قبل الدخول لو قيل للزوج ادفع المهر كاملا فهو لم يحظى بشيء، ولم يقربها ولم يمسسها بسوء، فكيف؟ وهي قد تعلق قلبها به، فلو تركت بغير شيء لأصابها الأذى والضرر. فكانت الحكمة أن يقسم المهر إلى نصفين، فنصف ما فرضت، يعني ما سميتموه، ما حددتموه من المهر، يعني إن كان 1000 فيكون النصف 500، إلا إذا قالوا لا نريد شيئا، نتنازل عن المهر لمن؟ للزوج، يعني لا يأخذون منه شيئا، أو أن الزوج يتنازل عن حقه. هذا قبل الدخول، إنما بعد الدخول لا بد من المهر كاملا. فهو يقول أترك لهم المهر بكليته، يعني لا يسترجع منهم النصف. فالعفو هنا من الجانبين، إما أن يكون من الزوج الذي هو بيده عقدة النكاح، أو من الزوجة. فإذا تمسك كل واحد بحقه فهذا هو العدل. ثم قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب ما هو الأفضل؟ قال الله تعالى وأن تعفو أقرب، يعني إذا العفو هنا بمعنى الترك، يعني أن تترك المهر أقرب للتقوى. طب إذا لم يعفو هل هو ليس من الأتقياء؟ كلا،
فإذا رفض وتمسك بحقه هذا ليس منافيا للتقوى، أما إذا ترك فهذا أقرب، لأن أقرب أفعل تفضيل، وأن تعفو أقرب. ثم قال ولا تنسوا الفضل، بعد العدل أمرنا به بالفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، يعني تذكر أنك إذا فعلت هذا مع أخت غيرك فسيفعل هذا مع أختك، أو إذا فعلت هذا مع بنت غيرك فسيفعل هذا مع بنتك، هذا معنى ولا إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الآن عرفنا الفرق بين الإحسان وإيه؟ والكمال، يعني الصفات التي يتعدى أثرها كالكرم والعلم فهو من بابه، أما القاصرة على صاحبها كالصلاة والصوم وقيام الليل والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، قراءة القرآن فهذا يعتبر من باب الكمال، يعني أنا أقرأ القرآن كل يوم ختمة فهذا قاصر علي، يعني ثوابه لا يتعداني إلى الغير، فهذا يسمى كمال. إنما إقراء القرآن إحسان، فهناك فرق بين القارئ والمقرئ، فالقارئ هذا كمال والمقرئ هذا إحسان. فالضابط هو ما يتعدى الأثر إلى الآخرين يسمى إحسان، أما ما يكون قاصرا على صاحبه فهو كمال. الله. والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، واصطلاحا يعني هنا يعرف لنا الشكر في اللغة أيضا. أبحنا الأول عرف الحمد لغة، واضح؟ ولم يعرف الحمد اصطلاحا، وعند الشكر عرفه لغة واصطلاحا. فمن تمام الفائدة التي لم تتم، لأنه قال تتم ونسي ولم نجد له عزما، أين تعريف الحمد اصطلاحا؟ هذا هو تعريف الحمد لغة، من منكم يذكر تعريف الحمد اصطلاحا؟ يلا يا شيخ محمد، تعريف الحمد اصطلاحا هو تعريف الشكر. ماشي، يبقى هو تعريف الحمد اصطلاحا هو تعريف الشكر لغة، فكأن الشيخ من أهل الذكاء الخارق، لأنه تعريف الحمد اصطلاحا هو تعريف الشكر لغة، هو نفسه، لكن في فرق. نقول كده فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد، أما في الشكر منعما على إيه؟ على الشاكر، يعني نبدل لفظ الحامد بالشاكر. فإذا قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد، يبقى هذا إيه؟ تعريف الحمد اصطلاحا، خلاص. أما إذا قلنا على الشاكر فهذا تعريف الشكر لغة، يبقى تعريف الشكر لغة هو تعريف الحمد اصطلاحا مع إبدال الحامد بالشاكر. الآن عرفنا تعريف الايه؟ الحمد لغة وتعريف الحمد اصطلاحا، فنقول في تعريف الحمد اصطلاحا هو فعل ينبئ
عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامل. واضح؟ ما الذي بقي؟ بقي شرح التعريف. فعل، يعني ايه الفرق بين الحمد لغة وبين الشكر لغة، او بين الحمد لغة وبين الحمد اصطلاحا، ما الفرق؟ انه قال في الحمد الثناء، والثناء يكون بالكلام، بالكلام. أما الحمد اصطلاحا فهو فعل، والفعل على ثلاثة: إما أن يكون فعل اللسان وهو الكلام، أو فعل الأعضاء والجوارح، أو فعل القلب وهو التعظيم. يبقى إذن الفعل يشمل كم؟ يشمل ثلاثة. ما هي؟ القول، وحركات الأعضاء، حركات الجوارح، والنية. يبقى أصبح هنا الحمد اصطلاحا يشمل إيه؟ ثلاثة. أما لغة يكون إيه؟ واحدا، وهو الثناء بالإيه؟ باللسان أو بالكلام. والأحسن أن تقول الثناء بالكلام ولا تقول باللسان، لأنك لو قلت باللسان خرج حمد الله لنفسه، لأنه ليس كمثل شيء، ليس هناك لسان. فنقول بالكلام حتى يدخل الحمد القديم، أي حمد الله تعالى لنفسه. واضح؟ طيب كيف يكون الحمد اصطلاحا؟ يكون إما بالقول، يعني تثني عليه بالقول، أو بالفعل، يعني تعمل حركات من الأعضاء أو من اليدين أو بالرأس، فعل الإيه؟ الأعضاء والجوارح. مثلا إذا رأيته يعني تعظم له أو تشير إليه بالتعظيم، أو مثلا تقبل يده، أو أي شيء من فعل الإيه؟ أو تقوم له، أو تحمل عنه، هذا كله إيه؟ فعل الإيه؟ فعل الجوارح. طب وفعل القلب هو التعظيم، أن تعتقد تعظيمه وإجلاله وتكريمه. وهذا ما عبر عنه الشاعر بقوله، ها، عندما أراد أن يجمع هذا كله لمن أسدى أو صنع إليه معروفا، ماذا قال؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب، أي القلب الاعتقاد. الله أكبر. واصطلاحا، واصطلاحا هو الثناء باللسان وبغيره من القلب والأركان بسبب ما أفدي إلى الشاكر من النعم. يعني تعريف الشكر اصطلاحا يكون باللسان وبغيره، يعني من القلب والأركان. المراد بالأركان هنا يعني الأعضاء، بسبب ما أسدي إلى الشاكر من النعم. وبعضهم عرف الشكر في كلمات جامعة. الشكر لغة هو تعريف الايه؟ الحمد اصطلاحا. لكن تعريف الشكر اصطلاحا هو ايه؟ صرف العبد، صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما خلق لأجله، أي صرف الهمة والسمع والبصر والقوة والعقل والفهم والمال وكل شيء أنعم الله به عليك، توجهه في طاعة الله فتكون من الشاكرين. واضح؟ يلا. فإن قلت ما النسبة بين الحمد والشكر؟
فالجواب نسبة العموم والوجوب. النسبة النسبة يعني العلاقة، يعني نقول هل هناك علاقة بفتح إيه؟ علاقة مش علاقة. بعض الناس يقول لك إيه ما علاقة، لا ما علاقة. الفرق إنه بالكسر يبقى في الشيء المحسوس، أقول هذه علاقة، يعني هذا اللي في الباب تعلق عليه المفتاح فيكون إيه علاقة في المحسوس. أما في المعاني علاقة، فهمت؟ فاللي يقول علاقته ها خطأ، إنما هي إيه علاقة. فالجواب يعني النسبة، النسبة بين الحمد والشكر في علاقة. نعم. فالجواب نسبة العموم والخصوص من وجه يجتمعان في اللسان في مقابلة الإحسان، وينفرد الشكر بالقلب والأركان، وينفرد الحمد بتعلقه بالكمال، كقولنا الله قديم الله واحد، فهذا حمد وليس بشكر لأنه ليس في مقابلة نعمة. يعني معنى بيقول لك بين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي، إذا لازم نعرف ما هو العموم والخصوص الوجهي. هناك نوعان، عموم وخصوص مطلق، وهناك عموم وخصوص وجهي. المطلق ضابطه أن يجتمع، يعني لفظان أو معنيان يجتمع في مادة وينفرد الأعم، وسأعطيك مثالا. أما العموم والخصوص الوجهي يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى أو في جهة أخرى أو في وجه آخر، ولذلك سمي وجهي. العموم والخصوص المطلق مثل إيه؟ نبي ورسول على تعريف الجمهور فيجتمعان. احنا قلنا العموم والخصوص المطلق يجتمعان في إيه؟ في معنى أي في مادة، وينفرد الأعم. فالنبي والرسول يجتمعان في الرسول، لأن القاعدة التي نحفظها جميعا كل رسول نبي وليس العكس. كل الرسل أنبياء، لكن هل كل الأنبياء رسل؟ لا. يبقى إذن من الذي انفرد؟ الأعم الذي هو النبي، لأن النبي فيه فردين، نبي غير مرسل ونبي مرسل، ففيه اثنان. يعني النبي إما أن يكون مرسل فهذا فرد ده رسول، وإما أن يكون غير مرسل فهذا الفرد الثاني. يبقى النبي أعم ولا الرسول؟ النبي. فهم؟ بعض الناس غير الدارسين أو غير المتخصصين يظن أن الرسول أعم، لا، النبوة هي اللي أعم، لأنه في قاعدة في المنطق تقول نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ولا عكس. يعني إذا نفيت النبوة وقلت لا يوجد أنبياء في هذا العصر، هذا نفي للنبوة، فهو أيضا نفي للرسالة، لأنه إذا أغلق باب النبوة فكيف يكون باب الرسالة مفتوحا؟ أما إذا نفيت الرسالة وقلت الآن في هذا العصر لا يوجد رسل، يبقى يحتمل أن يكون هناك إيه؟ أنبياء. لكن إذا نفيت النبوة فقد انتفت الرسالة. ولهذا قال تعالى في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولم يقل وخاتم المرسلين، إنما قال وخاتم النبيين. فلو جاء كذاب أو دجال في هذا العصر وقال إني رسول الله إليكم، فماذا تقولون له؟ تقولون له إنك لمن الكاذبين. فيقول ما هو الدليل على كذبي؟ فتقولون له أن الله تعالى ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لم أقل إني نبي، إنما أنا قلت إني رسول، والذي ختم هو النبوة ليس الرسالة. فتقولون له إذا ختم الأعم يختم الأخص، أو إذا نفي العام ينتفي الخاص، ولا عكس. وهذا هو السر في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون، 30 واحد 30، كلهم يدعي أو يزعم أنه رسول الله. أولهم من مسيلمة، مسيلمة الكذاب بكسر اللام، ومن فتحها فهو أكذب منه. يبقى إذن معجزات القرآن وأسرار القرآن ما زالت إلى العصر. يعني السر في أنه تعالى قال وصفه بأنه ختم الرسالة، ختم له النبوة ولم يختم له الرسالة، لأنه لو قال وخاتم المرسلين لكان باب النبوة مفتوحا، لأن الرسالة أخص، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، أما نفي العام يستلزم نفي الخاص. فسبحان من هذا كلامه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تفضل. فالجواب نسبة العموم، نسبة العموم والخصوص من وجه. عرفنا العموم والخصوص من وجه، يعني الحمد والشكر يجتمعان في اللسان في مقابلة الإحسان. يعني الشيخ محمد أحسن إليه فأثنيت عليه بلساني، فهذا يسمى حمد وهذا يسمى شكر. إذن اجتمع في إيه؟ في هذا الوجه، فحمد وشكر. لكن ينفرد الشكر بالقلب والأركان. احنا ألم نقرأ تعريف الحمد هو إيه؟ الثناء باللسان، أو الثناء بالكلام، وأنا أثنيت بلساني. وتعريف الشكر فعل، والفعل يشمل اللسان أو يشمل القول. يبقى إذن اجتمع في وجه، وهو إيه؟ في اللسان في مقابلة الإحسان. فإذا أثنيت على أحد صنع معك معروفا أو شيئا جميلا فأنت حامد له وشاكر له. متى ينفرد الشكر؟ إذا عظمته بقلبك أو بالجوارح بالأعضاء دون أن تتكلم باللسان، فهذا شكر وليس وليس حمد. وينفرد الحمد بتعلقه بالكمال، فإذا قلت الله واحد، الله قديم، الله لا إله إلا هو، فهذا حمد وليس بشكر، لأنه ليس في مقابلة إحسان، أو ليس في مقابلة نعمة فاعرفه. فهل عرفته؟ هل عرفتموه؟ فإذا أحد عرف فليعرف من لم يعرف.
وإذا أحد لم يعرف فليسأل من عرف، ولا تكلفوني من الأمر ما لا أطيق. مقدمة تشتمل على فوائد. عرفنا الآن العموم والخصوص للوجه، أن يجتمع الحمد والشكر في مادة، وينفرد كل منهما في جهة. فمثلا الثناء باللسان في مقابلة إحسان الله كريم عند حصول نعمة، هذا حمد وشكر. أما إذا اعتقدت بقلبي أنه تعالى منعم، أو عبرت عن ذلك بأعضائي وجوارحي دون نطق، وكان ذلك في مقابلة نعمة، فهذا شكر وليس بحمد. وأما إذا أثنيت عليه تعالى بأنواع التعظيم، أنواع الثناء والتعظيم، لا في مقابلة نعمة، فهذا حمد وليس بشكر. فيمكن أن يكون حمد وشكر في وقت واحد، أو شكر ليس بحمد، أو حمد ليس. فالقسمة ثلاثية، حمد وشكر معا، أو حمد ليس بشكر، أو شكر ليس بحمد. تفضل. مقدمة تشتمل على فوائد مهمة. الأولى، أسباب العلم الحديث على طريق الإمام الأشعري ثلاثة. أسباب العلم الحادث. طب لماذا لم يقل أسباب العلم فقط؟ لماذا؟ حتى لا يدخل العلم الإلهي، لأنه ليس له أسباب القديم. فالذي له أسباب هو العلم الحادث، يعني هو علم المخلوقات. أما علم الله تعالى فليس بسبب، يعني فليس له إيه؟ سبب. على طريق الأشعري. لماذا قال على طريق الأشعري؟ لأنه هناك طرق أخرى عند الصوفية تكون سببا في العلم، غير الايه، غير الحواس، زي الالهام وزي الكشف. وفي طرق عند الانبياء الوحي، لكن الطرق المعتاده للجميع هي ايه، ثلاثه. فقال عند الاشعري، لانه الصوفيه لهم ايه، طريق اخر. يعني مثلا قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، هل هذا كان عن طريق الحواس؟ لا. نعم. الحواس الخمس الظاهرة السليمة. الحواس الخمس الظاهرة السليمة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. السمع، يعني كيف علمت أن هذا الصوت صوت فلان، أو أنه صوت جميل؟ إذن فما هي الوسيلة، أو ما هو السبب؟ السمع. رأيت أو قلت أخبرتكم بأن فلانا رجع من بلاده، ما هي الوسيلة؟ رأيته. البصر، أقول لك هذه رائحة جميلة، ما هي الوسيلة؟ الشم. أقول لك هذا حلو وهو ليس كذلك، فما هي الوسيلة؟ الذوق. أقول لك هذا خشن أو هذا إيه، ناعم. اللمس. فهذه هي طرق الإيه، طرق المعرفة، الوسائل، وسيلة. والله أخرجكم، يعني هذه طرق أو أسباب للعلم، أن الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل في علم؟ فكيف اكتسب الإنسان العلم؟ بطريق ليه؟ الحواس. أن الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم
السمع والأبصار والأفئدة، فهذه هي الأسباب. أكمل. الحواس الخمس الظاهرة السليمة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، والخبر الصادق متواترا كان أو مسموعا من الرسول المؤيد بالمعجزة. وأيضا من أسباب العلم الخبر، الخبر الصادق. والخبر الصادق على نوعين، لأن الخبر الكاذب لا يكون من أسباب العلم بل من أسباب الجهل، فلا بد حتى يكون الخبر من أسباب العلم أن يكون صادقا. الخبر الصادق على نوعين، المتواتر والآحاد، ولكن بشرط أن يكون مؤيدا بالمعجزة. يعني الخبر إذا تواتر فهذا التواتر قاطع بصحته، أما إذا لم يتواتر وكان مسموعا من الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزة، إذن فيكون هذا من أسباب العلم، من أسباب العلم إذا كان مسموعا من الرسول المؤيد بالمعجزة. أما إذا كان مسموعا من غيره فلا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فخبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. في باب العقيدة لا يقبل إلا الخبر المتواتر، لأن الآحاد لا يفيد العلم يعني اليقين، لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن، وباب الظن لا يدخل في الاعتقاديات وإنما يدخل في الأمور العملية الأمور الفقهية. أما الأمور الاعتقادية لا بد أن تكون مبنية على الجزم وليس على الظن، فالله تعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ففي بعض الناس يستغرب ويقول ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا، واستعينوا وإنها لكبيرة إلا الذين يظنون أنهم ملاق ربنا سبحانه وتعالى. يعني فمعنى الظن هنا يعني اليقين، وخذ بالك ظن في القرآن إذا جاء بعد أن المشددة فهي بمعنى العلم، ففي كلمات في اللغة بيسموها إيه الأضاد، يعني تأخذ معنى إيه الضد، وظن هنا بمعنى علم، يعني الذين يوقنون أو يعلمون، لأنه جاء بعدها إيه أن المشددة، إنما إذا جاء بعدها أن المخففة فهي لا تفيد العلم وإنما تفيد الإيه الظن. زي إيه؟ بل ظننتم أن لن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم. هنا ظننتم أن المخففة. وعندك مثال آخر، يعني وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني أيقنوا وعلموا أنهم أحيط بهم. فهذه هي القاعدة، أنه إذا جاءت بعدها أن يبقى تفيد ليه العلم، إنما زي إيه إني ظننت
أني ملاق وده مؤمن حسابية فهو في عيشة، لأنه لو كان ظن بمعنى الشك يكون كافرا ولا يكون من السعداء. فهذه هي القاعدة إلا في آية واحدة تأتي بعدها أن وتفيد العلم أيضا في موضع واحد. لا يعني أستحضر المواضع كلها، ولكن راجع المصحف فتجد ظن أو ظنوا أو ظننتم أو يظنون، إذا جاء بعدها أن المشددة تفيد الإيه؟ اليقين. وإذا جاء بعدها أن المخففة تفيد الإيه؟ الظن، إلا في موضع واحد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن مخفف أن لا ملجأ من الله، هنا تفيد العلم. هذا هو الموضع الواحد المستثنى، وما عدا ذلك فهي تفيد إيه؟ الظن، إلا إذا جاءت أن المشددة فهي تفيد العلم. يلا فيه. نعم. وهل هذه القاعدة سارية في جميع كلام العرب الحديث؟ لا، هي مضطردة في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، أما في كلام العرب أظن بمعنى إيه؟ أظن أن يكون في المخفف، لأن الحجة في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والخبر الصادق متواترا كان أو مسموع. يبقى الخبر المتواتر هو في نفسه حجة، أما المسموع من الرسول يعني غير المتواتر بشرط أن يكون من الرسول. لي ما الفرق بين أن يكون مسموعا من الرسول أو غيره؟ لأن الرسول مؤيد بالمعجزة التي لا يمكن معارضتها، أما غير الرسول فليس مؤيدا بالمعجزة. واضح؟ فشرطه أن يكون إيه؟ من الرسول المؤيد بالمعجزة. وهنا نرد على إيه؟ أخطاء السلفية المعاصرة عندما يحتجون في العقائد بخبر الواحد، فمذهبهم مخالف للجمهور، يقولون نحتج بخبر الإيه؟ الواحد في العقيدة. وهذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأننا نقول لهم هاتوا عقيدة واحدة ثبتت بخبر الواحد، فلا يجدون إلا إيه؟ أحاديث الصفات، ينزل ربنا، يضحك ربنا، وهكذا، حتى إيه؟ يؤيدوا مذهبهم الذي هو إيه؟ التجسيم والتشبيه. فلأجل هذا يقولون لك خبر الواحد حجة. ومن غرائب ما يقولون، يقولون أن الله تعالى أرسل سيدنا محمد وهو واحد، ولم يرسل معه إيه؟ جماعة يستحيل تواطؤهم على تعريف المتواتر. فنقول لهم يا من لا تفهمون، الرسول مؤيد بالمعجزة، وهل من ترون عنهم أحاديث الصفات مؤيدون بالمعجزة؟ هل تريدون أن تجعلوا مثلا ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو ابن القيم أنبياء؟ هل تقولون بعصمتهم؟ إذن فخبر الواحد لا يكون حجة في العقيدة إلا من إلا إذا كان مسموعا من الرسول. إذا احتفت به القرائن كما يقول أهل الحديث يفيد اليقين، ولكن ليس لذاته، ولكن ليه؟ للقرائن التي تؤيده. وهذا هو رأي جمهور المتكلمين، أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد. ثم أريد أن أقول لك
إن العقائد فيها أصول وفيها أيضا فروع زي الفقه. أصول العقائد زي الوحدانية والبعث واليوم الآخر والإيمان بالملائكة وإثبات صفات الكمال لله تعالى، فهذه لا يمكن أن تثبت بخبر الواحد، لا يمكن. هذه ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع والمتواتر والمستفيض والكتب السابقة أيضا. إذن فما هي العقيدة التي ثبتت بخبر الواحد؟ يريدون أن يتمسكوا بظاهر أحاديث الصفات، الضحك والنزول إلى غير ذلك. فالعقيدة لا تثبت إلا بمجموع الأدلة العقلية والنقلية والإجماع. يعني الله تعالى واحد، هذا ثبت بالعقل أولا الوحدانية، وثبت بالنصوص النقلية، وثبت بالإجماع، بإجماع الملة كلها. فكيف يقال إن أمرا مثل هذا ثبت بحديث أحد؟ لا يمكن. وكل العقائد التي هي أصول العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، أي بالقطعي. أما الفروع فمثلا نعتقد، كلنا نعتقد أن هناك ميزان ينصب يوم القيامة توزن به الأعمال. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذا أصل الإيمان بعقيدة الميزان. ولكن هناك فروع، هل هذا الميزان واحد ولا متعدد؟ هل هو على هيئة موازين الدنيا؟ ما هو الموزون؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ هل توزن الأشخاص؟ هل توزن الكتب؟ هل توزن الأعمال؟ فهذه فروع في العقيدة لا يضرك إن أخذت فيها بحديث الأحد. أما الأصول لا، لا ورب الكعبة لا يمكن. تفضل. والعقل وهو سبب للعلم أيضا. والعقل يعني إذن الأسباب العلم كان ثلاثة، على طريق السادة الأشاعرة أو على طريق الأشعري، ولم يقل الأشاعرة. لماذا؟ لأنه فيه مثلا كالباقلاني أو الجويني قد يكون خالف الأشعري وهم أشاعرة. فمثلا في الفقه إذا قال لك هذا رأي أبي حنيفة بخلاف أن يقول لك هذا رأي الحنفية، فقد يكون خالفه الصاحبان. ومعظم آراء الحنفية منسوبة إلى أئمة المذهب وليس إلى أبي حنيفة، يعني أصحاب أبي حنيفة خالفوه في أكثر من ثلث المذهب أو ثلثي المذهب. يبقى إذن نفرق بين رأي أبي حنيفة وبين مذهب الحنفية. فقد يكون رأي الإمام نفسه ليس معتمدا في المذهب وليس عليه الفتوى، افهم هذا. فلما تنسب كن دقيقا في النسبة، لا تقل رأي الحنفية. طب قد يكون أبو يوسف خالف أبا حنيفة، فكيف ننسب الرأي إلى الحنفية مع أنه معظم الحنفية لا يقولون به، وإنما القائل به واحد هو مين؟ أبو حنيفة. والسلفية الآن يلبسون على الناس فيقولون هذا رأي السلف، ويكون رأي واحد، رأي ابن تيمية فقط، يكون رأي السلف، حتى يظن الناس أن السلف لا يخالفون. نعم. والعقل وهو سبب للعلم أيضا. العقل سبب من أسباب العلم أو لا؟ لأن العلوم فيها ضروري وفيها نظري. فالعلوم الضرورية تكون عن طريق
الحواس، المشاهدات والحسيات والمشمومات إلى غير. أما العلوم النظرية تحتاج إلى إيه؟ إلى عقل. والنظر يفيد الإيه؟ النظر العقلي يفيد العلم عند الجمهور، بخلاف مين؟ طائفتين السمنية وطائفة المهندسين. السمنية منعوا إفادة النظر العلم مطلقا، وقالوا لا طريق إلى العلم إلا الحواس. والمهندسون منعوا إفادته في الإلهيات. هذا في شرح للسنوسية الكبرى التي نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإتمامها وإكمالها في الجامع الأزهر الشريف إن شاء الله. وأما الإلهام المفسر بإلقاء وأما الإلهام، كأنه هنا يشير إلى إيه؟ إلى طريق العلم عند الصوفية، وعند الصوفية فقط. قال وأما الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفيض يثلج له الصدر، فليس بسبب للمعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. يعني المتكلمون ينظرون إلى الإيه؟ أدلتهم عقلية ليست كشفية، لأنه في عداء أو في شيء بين المتكلمين والصوفية، في مشكلة بين الفقهاء وبين الصوفية، يعني في مشاكل كبيرة. فعشان كده أي رأي يراه الصوفية صحيح المتكلمون يعارضونه، أو الفقهاء لا يقبلونه. ليه؟ لأنهم لم يصلوا إلى إيه؟ إلى مقام الصوفية. من ذاق عرف. فينكرون عليهم حسدا من عند أنفسهم. يعني لأنهم في مرتبة أعلى. وهذا حدث، يعني أهل الكلام أو الفلسفة يعذرون في ذلك، في إنكارهم. ليه؟ لأنه سيدنا موسى أنكر في الأول على سيدنا الخضر، مش كده؟ لما قال له لقد جئت شيئا نكرا، أنكر ولا ما أنكرش؟ وفي الآخر اعترف، في آخر الأمر اعترف. بس بعد ما قال له سأنبئك بتأويلي ما لم. فهذا هي العلاقة بين المتكلمين وبين الصوفية وبين الفقهاء وبين الصوفية، طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء. فلأجل هذا تحدث إنكار من الصوفية على من المتكلمين على الصوفية، ومن الفقهاء على الصوفية، ومن المفسرين على الصوفية. يعني الصوفية أصبح ينكر عليهم من كل جانب، مع أنهم هم أهل الحق الذين وصلوا إليه بطريق الكشف أو بطريق العلم اللدني أو بطريق الإلهام. ولذلك في هذا المعنى نقل عن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا. يعني لا تكن فقيها ليس صوفيا، ولا تكن صوفيا ليس فقيها، فتنشأ العداوة. لكن إذا جمعت بينهما زالت العداوة. فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. فذاك الأمين الفقيه قاس، استعمل الأدلة والقياس، لم يذق قلبه تقا. وذاك جهول، اللي هو الصوفي الذي ليس فقيه جاهل، فكيف يصلح؟ فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصحه. فذاك قاس لم يذق قلبه تقا، وذاك أو هذا جهول فكيف يصلح. ونقل عن الإمام مالك العبارة المشهورة، نقلها عنه الشيخ زروق،
من تفقه ولم يتصوف فقد تفسر، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. الله. وأما الإلهام المفسر بإلقاء معنى في القرآن، هنا اعترض قال لك الإلهام ده ليس سبب للمعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق، وكل واحد يزعم أنه على على الحق. قال الإمام القشيري بيفسر الإلهام: الخطاب الوارد على الضمير قد يكون بإلقاء الملك، يعني الإلهام ده اللي بيقع في قلبك من الذي يلقيه في القلب؟ الملك. في حديث صحيح إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذا إلهام. مين اللي ألقاه؟ سيدنا جبريل، روح القدس. وقد يكون بإلقاء الشيطان، وقد يكون من حديث النفس، وقد يكون من قبل الحق. فالوارد على النفس مختلف، ممكن يكون من الملك، وممكن يكون من الشيطان. في الحديث إن للملك لمة والشيطان له لمة. يبقى إذا كان من قبل الشيطان، إذا كان من قبل الملك يسمى إلهام، وإذا كان من قبل الشيطان يسمى وسواس، الذي يوسوس. وإن كان من قبل النفس يسمى هاجس. وإن كان من قبل الله فهو خاطر حق، ومن جملة وجملة ذلك من قبل أو من قبيل الكلام. طيب كيف نعرف إنه هذا الذي وقع في نفسك من الشيطان أو من الملك أو من الرحمن أو من النفس؟ كيف تعرف؟ قالوا إذا كان من قبل الحق لا تجد له دفعا، فتجد العقل قد غيب، ومباشرة دون تفكير تفعل الشيء الذي وقع في قلبك، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. فالوحي هنا كان إلهاما، لم ينزل عليها ملك، وإلا كانت من الأنبياء. ألقي في في قلبها، بدليل أنه أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن، ففعلت. ولو كان ولو استعملت العقل لم تنعت أن تلقي به في اليم. فهذا يسمى من قبل. أي الفرق بين من قبل الشيطان ومن قبل النفس؟ أنه إذا كان الخاطر أو الوارد من جهة الشيطان مثلا لا يصر، يعني الشيطان يلقي في نفسك أن تشرب خمر، فإذا لم تفعل ولم تطعه يوسوس لك في معصية أخرى، يقول لك خلاص لا تشرب خمر، إذني، رفضت خلاص اسرق، رفضت اسرق. المهم يريد أن يوقعك فيما، لأن المعصية عنده متساوية. أما إذا كان من قبل النفس فتصر على معصية بعينها، فهنا يسمى نفس. أما الشيطان لا تفرق عنه معصية أو غيره، المهم تقع في المعصية وخلاص. الذي هو من قبل الملك ممكن الإنسان يستجيب معه، وممكن يتردد حتى يتأكد، بدليل لما سيدنا جبريل
جاء إلى النبي في غار حراء وقال اقرأ، ورجع إلى السيدة خديجة قال قد خشيت، يعني خشي أن يكون هذا ليس ملكا، وربما يكون مثلا شيطان أو ربما يكون شيء آخر، فقالت له كلا فثبتته وطمأنته. فهذه هي الفروق بين الأربعة. يبقى إذن قال الإمام القشيري ويعلم صدقه، يعني صدق الإيه؟ ها؟ صدق الإلهام أو صدق الخاطر بموافقة العلم. ولذا قالوا كل خاطر لا يشهد له ظاهر فهو باطل. راجع كتاب الرسالة القشيرية، هذا كلام الإمام القشيري. الفائدة الثانية في الكلام، الثانية في الكلام على شيء من فضل العلم وفضل أهله، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعين ألف درجة. هذا كلام جميل جدا في بيان ما أنتم فيه من خير وبركة وفضل عظيم. يعني المؤمن العادي غير المؤمن العالم، فالعلماء لهم درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. كم؟ ما بين كل درجتين خمسمائة عام. فكيف تتصور ارتفاع درجة أهل العلم على غيرهم؟ هذا أمر لا تحيط به العقول، لأنه الدرجة بينها وبين الأخرى خمسمائة عام، وهؤلاء كم درجة؟ سبعمية في كم؟ في خمسمية. كم الرقم؟ سبعمائة في خمسمائة كم؟ لا يعني لا أقوى على هذا الحساب، لأنه يحتاج إلى كم صفر، كم رقم. ده النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث أصحابه عن شجرة في الجنة قال، يعني عندما تستظل بشجرة تمشي في ظلها كم، يعني هنا في الدنيا هل الشجرة يعني تمشي في ظلها أمتار في ظل الشجرة، متر اثنين ثلاثة خمسة عشرة، إنما الشجرة اللي في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام. إذ فعجب الصحابة رضي الله عنه فقال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ممدود. شوف لما ربنا يقول ممدود فيسير، مش الماشي، الراكب في ظلها مئة عام. طب والماشي ثلاثمائة عام، قدر المسافة الركوب والمشي. يلا ده فضل مين؟ ها؟ العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. في الكتاب الذي بين أيديكم تخريج لهذه الأحاديث بقدر المستطاع. العلماء ورثة الأنبياء. لماذا كان العلماء ورثة الأنبياء؟ لأن المعرفة والأسرار وكنوز العلم جاءتهم من طريق مين؟ من طريق الأنبياء. ولما كانت مرتبة النبوة لا مرتبة فوقها، يعني ما هي أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها البشر، أعلى حاجة في الدنيا يمكن أن تصل إليها؟ بعض الناس يقول مثلا مدير أو رئيس مثلا جامعة، هل هذه أعلى مرتبة؟ وزير، رئيس وزارة، رئيس دولة، كل هذه إيه؟ مناصب دنيوية. لكن أعلى منصب في الدنيا منصب النبي. فإذا كان أعلى رتبة أو أعلى منزلة يصل إليها البشر هي النبوة أو الرسالة،
فلما كان العلماء ورثة الأنبياء كان لا شرف فوق شرف الوراثة للأنبياء، يعني لا منزلة فوق منزلة العلماء. واضح؟ يلا. ومعلوم أن لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة من الأنبياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: يستغفر للعلماء من في السماوات والأرض. وأي منصب أعلى من منصب من يشغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار؟ يعني كل شيء يستغفر للعلماء حتى الحيتان في البحر. وإذا كان الأمر كذلك منصب العلم منصب عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى العلماء والمتعلمين. وفي الخبر: إن الله تعالى يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أو يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء ويقول: يا معاشر العلماء، إني لم أضع حكمتي، الحكمة عن العلم، قال تعالى: يؤتي الإيه؟ الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخالطون من المعاصي ما يخالط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم، أدخلوا الجنة بغير حساب. الفائدة الثالثة، هناخذ الفوائد ونكتفي بها إن شاء الله. يلا. الفائدة الثالثة: اسم هذه العقيدة فاسمها المقدمات. يعني في السنوسية الكبرى وفي الصغرى وفي الوسطى وفي صغرى الصغرى وفي الحفيدة، عائلة، العائلة المقدسة. هذه اسمها المقدمات. ليه؟ لأنها ليست مقدمة واحدة وإنما هي ثمانية على عدد أبواب الجنة. المقدمات بميم مضمومة فقاف مفتوحة مقاء فدال مهملة مكسورة فمين. لماذا يعني يوضح في شيء واضح؟ والمراد بها هنا، ما المراد بالمقدمات هنا؟ في فرق بين مقدمة العلم وبين مقدمة الكتاب. مقدمة العلم طائفة من العلم تقدم عليه يتمرن بها المبتدئ على الخوض فيما سواها، هذه يسمى مقدمة العلم. يعني ابن الجزري عمل المقدمة في التجويد، وهذه مقدمة يتمرن بها المبتدئ على الدخول في المطولات أو في كتب الحواشي. فالسنوسي أو هذا الكتاب مقدمة في العلم وليس مقدمة كتاب، لأنه الكتاب كله اسمه المقدمات. ففي فرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب اللي هي المبادئ أو تعريف بالكتاب أو الثناء، يعني ما يقدم بين يدي الكتاب، بخلاف هنا طائفة من العلم، يعني من المسائل يتمرن بها، يعني كأنها بنمهد بها لما بعدها. هذه مقدمة علم بخلاف مقدمة الكتاب. هذه المقدمات عددها ثمانية، وهذا فيه
أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل. ما دامت عددها 8 يبقى إن شاء الله تكون سببا في أن تفتح لك إيه؟ أبواب الجنة 8. تصحيح العقائد مهم جدا، فهي سبب إن شاء الله في السعادة والخير في الدنيا والآخرة. الأولى يعني المقدمة الأولى تسمى مقدمة الأحكام، وهذه مقدمة أصولية يعني في الأصول. المقدمة الثانية مقدمة المذاهب. ماذا يريد بالمذاهب؟ يريد مذاهب الفرق الإسلامية في أفعال العباد، يعني مذهب الجبرية ومذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. فالمذاهب في أفعال العباد 3. المقدمة الثالثة تسمى أنواع الشرك، والإمام السنوسي حصرها في 6. أنواع الشرك 6. والمقدمة الرابعة مقدمة أصول الكفر والبدع، وحصرها الإمام السنوسي في 7. والمقدمة الخامسة تسمى مقدمة الموجودات، والسادسة مقدمة الممكنات، والسابعة مقدمة الصفات الأزلية، يعني الصفات الإلهية اللي هي صفات المعاني اللي هي الإرادة والقدرة، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. المقدمة الأخيرة التي هي 8 مقدمة الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن قلت هنقرأ فقط الصفحتين اللي هي صفحة 36 و37 ثم نقف على المقدمة الأولى. فإن قلت فإن قلت ما الحكمة في تقديم مقدمة الأحكام على غيرها وفي عطف باقيها عليها على التركيب المشابه؟ يعني لماذا كانت المقدمة الأولى هي الأحكام؟ يعني قدمت على إيه؟ غيرها، وعطف غيرها عليها على هذا الترتيب. يعني هذا الترتيب ليس اعتباط، وإنما هو ترتيب علمي دقيق. فالجواب إنما قدم الأحكام على غيرها لأن بها يعرف ما عداها. معنى هذا أن مقدمة الأحكام هي الأساس، لأنه غيرها متوقف معرفة عليها، فهي بمثابة الأساس. وعطف مقدمة المذاهب على مقدمة الأحكام لاشتراكهما في العدد، يعني اشتراك المقدمتين في العدد. فمقدمة الأحكام عبارة عن كم حكم؟ 3، الحكم الشرعي والعادي والعقلي. فالأحكام 3، ومذاهب الفرق في أفعال العباد 3. فعطف 3 على 3 لمناسبة العدد، كما أن الأحكام 3. وقيل يعني وجه آخر في المناسبة بينهما، يعني بين المقدمتين الأحكام والمذاهب، لأنه ختم الأحكام بالجائز. يعني لما ذكر الأحكام ذكر إيه؟ ذكر الحكم الشرعي والعادي والعقلي، وأقسام الحكم العقلي 3، الواجب والمستحيل والجائز. فإذا الأحكام ختمت بالجائز، والجائز فعل، لأن الواجب أو المستحيل ليس فعلا، إنما الفعل هو الجائز. وأفعال العباد فعل أفعال، فعطف الفعل على الفعل، فالجائز فعل وأفعال العباد أفعال جمع فعل، فعطف الفعل على ما يناسبه. وعطف مقدمة أنواع الشرك على مقدمة المذاهب. لماذا؟
لاشتراكهما مع مذهب القدرية في الشرك. قلنا مقدمة المذاهب كم مذهب؟ ثلاثة. مذهب أهل السنة أن الأفعال العباد مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. ومذهب الإيه؟ الجبرية. ومذهب مين؟ القدرية اللي هم المعتزلة، فيقولون إن العبد خالق لأفعال نفسه، وعندما يجعلون العبد خالقا فكأنهم أشركوا العبد مع الله تعالى في الخلق، فكان مذهب القدرية شركا. فذكر أنواع الشرك على إيه؟ عقيدة الشرك في إيه؟ مناسبة. ولكن الشرك هنا ليس إيه؟ كفرا، لأنهم لا يقولون أن العبد يخلق أفعال نفسه مستقلا، ولكن يقولون بقدرة أودعها الله تعالى فيه، فنحكم عليهم بالابتداع بالبدعة وليس بالكفر. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي، هذا بدعة وليس إيه؟ كفر. وعطف مقدمة أصول الكفر على مقدمة أنواع الشرك، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه، وقد شرحت لكم العموم والخصوص الوجه، يعني يشتركان في إيه؟ في معنى أو في مادة، وينفرد كل منهما في وجه، فيشتركان في جلها. معنى جلها يعني ها؟ جلها يعني كلها، لا جلها يعني أغلبها أو معظمها، هذا هو الجل. أقول مثلا كلكم فاهمون يعني الجميع، إنما إذا قلت جلكم يعني معظمكم. فيشتركان في جلها، وينفرد الشرك في السادس. يعني احنا قلنا انواع الشرك كام؟ ستة، فالسادس منها شرك وليس كفرا. السادس ايه؟ شرك، لانه ايه؟ هو الشرك الاصغر، والشرك الاصغر هو الرياء. وهل المرائي كافر؟ لا. ولهذا كان السادس منفردا، يعني شرك وليس كفر. وينفرد الكفر في الإيجاب الذاتي، يعني في أصول الكفر ذكر أنها سبعة. أولهم الإيجاب الذاتي. الإيجاب الذاتي ده كفر الفلاسفة، سنأتي إلى شرحه عند المقدمة رقم كام؟ أربعة، عند المقدمة الرابعة إن شاء الله. وعطف مقدمة الموجودات على مقدمة أصول الكفر لما فيه من شبه أو شبه البرهان بعد الدعوة، يعني كأن هذه دعوة وجاء عليها بما يثبتها، يعني بالبرهان يعني بالدليل، فتذكر الدعوة أولا ثم تذكر إيه؟ البراهين. وذلك أنه بيوضح لما ختم الأصول بالقواعد العقلية، الأصول يعني أصول الكفر، ختمها بالجهل بالقواعد العقلية. يعني من أصول الكفر، أصل من أصول الكفر هو الجهل بالقواعد العقلية، يعني الجهل يعني يعتقد أن الواجب جائز. مثلا أقسام الدردير، قال إيه الإمام الدردير؟ أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام. إذن فإذا لم يفرق الواحد بين الواجب والجائز والمستحيل فهذا جهل بالقواعد العقلية، لأن أقسام الحكم العقلي ثلاثة، من لم يفرق بينها فليس بعاقل. وذلك إمام الحرمين قال إن معرفة الواجب والجائز والمستحيل معرفتها هي العقل. ولذلك كان الجهل
بالقواعد العقلية يعني بالأدلة العقلية متضمن لمذهب النصارى في جعلهم الإله صفة، تعالى الله عن قولهم. يعني النصارى مثلا جاهلون بالقواعد العقلية، يعني لو جئنا بطفل صغير وسألناه عن واحد زائد واحد زائد واحد لقال ثلاثة، والنصارى يجعلون الثلاثة واحدا. هذا جهل بالحساب وجهل بالجغرافيا وجهل بالتاريخ. وكذلك مثلا يجعلون الصفة قائمة بنفسها، وهذا جهل أيضا بالقواعد العقلية، فيجعلون الإله صفة. ويعني إحقاقا للحق يعني نقول الحق ولا نخشى فيه إلا الله. عندما تكون هناك كلمة فيها حق ولو لمن نخالفه نقولها في حقه. فابن تيمية رغم محاربته للأشاعرة وهجومه عليهم وإلى آخره يقول كلاما مهما بالنسبة للجهل بالقواعد العقلية، وله كتاب أيضا من أعظم كتبه وهو الصارم المسلول. يعني ليس كل كلام ابن تيمية خطأ وليس كل كلامه صواب، فالمنصف كما قال الشيخ أبو غدة العلامة الجليل لما علق على كتاب الرفع والتكميل بتاع الإمام اللكنوي، قال عن ابن تيمية عالم فاضل إلى آخره ولكن له أخطاء. فلينتبه الإنسان إلى خطئه وليقر بفضله، هذا هو الإنصاف. فابن تيمية قال قال مذهب النصارى فيه حيرة، أو قال إن النصارى حيارى متناقضون، لأنهم إن جعلوا يقولون بأن الإله ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وطائفة منهم تقول إن هذه الأقانيم صفات وليست ذوات، يعني يقولون الأقنوم اللي هو الأب يعني معناه الوجود صفة، والابن يعني العلم، وروح القدس يعني الحياة. فروح القدس في عقيدة المسلمين هو مين؟ سيدنا جبريل. أما في عقيدة النصارى هو صفة الحياة، الصفة الأزلية القائمة به سبحانه وتعالى. فابن تيمية يشرح مذهب النصارى شرح لا يفهمه النصارى، يعني يشرحه أحسن من لو شرحه رجل نصراني. فيقول النصارى حيارى متناقضون، يعني في تناقض عقلي في العقيدة، لأنهم إن قالوا إن الأقانيم الثلاثة صفات أحد أمرين، إما أن يقولوا إنها صفات وإما أن يقولوا إنها ذوات. فإن قالوا إن الأقانيم الثلاثة صفات امتنع أن يكون عيسى إلها، لأن عيسى ذات وليس صفة. وإن قالوا إنها ذوات فقد صرحوا بالشرك، والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فماذا يفعلون؟ يا إما يقولوا صفات يا إما هنا بيقول وهو متضمن، يعني الجهل بالقواعد العقلية وهو متضمن لمذهب النصارى في جعلهم الإله صفة. فإذا جعلت الإله صفة كيف يكون عيسى إلها؟ يعني هل عيسى هو العلم؟ هل هو الحياة؟ هل هو الوجود؟ تعالى الله عن قولهم أتى بالموجودات، يعني ردا عليهم كأنه جاء بالبرهان بعد الدعوة، وعطف مقدمة الممكنات على مقدمة الموجودات لما بينهما من الاشتراك.
يعني الممكنات. ما الفرق بين الممكن والموجود؟ فمثلا الأجرام، أجرام العالم وأعراضها هي موجودة وهي ممكنة. يعني العالم موجود أو لا؟ موجود، وهو ممكن، ولا واجب ولا مستحيل، ممكن. فقد اجتمع إيه؟ ها؟ الوصفان، يعني الإمكان والوجود في الأجرام وأعراضها، وتنفرد الموجودات بذات مولانا، يعني الله سبحانه وتعالى نقول إنه إيه؟ موجود، لكن هل نقول إنه ممكن؟ لا، تنفرد الموجودات، يعني ينفرد الوجود بذات الله، وتنفرد الممكنات بالجائز المعدوم. فالجائز المعدوم ليس موجود ولكنه إيه؟ ممكن. فهمت الآن؟ فتأمله، بيقول فإيه؟ فتأمله. وأنت تقول إيه؟ تأملته. إذا تأملته وعطف مقدمة الصفة الأزلية على مقدمة الممكنات من باب إتيان الطالب في أثر المطلوب، يعني يريد أن القدرة الأزلية لها تعلق، يبقى إذن القدرة إيه؟ ها؟ طالبة، وتعلق القدرة بالممكنات وهي مطلوبة، والطالب يأتي في أثر الإيه؟ المطلوب. وعطف مقدمة الأمانة اللي هي الأخيرة الثامنة على الصدق المندرج تحت مقدمة الصفات، لأن الصفات اللي هي واجبة في حق الرسل منها إيه؟ الصدق والتبليغ والإيه؟ والفطانة والأمانة، لما بينهما من الاشتراك والتلازم، وهذا من منح العلم فاعرفه فإنه نفيس. فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى المقصود، إلى مقصود المؤلف وتقرير كلامه، فنقول والله المستعان. نقف هنا عند إيه؟ أول الدروس، يعني أول الشروع في المقصود، اللي هي المقدمة الأولى التي في الأحكام، والحكم هو إيه؟ إثبات أمر أو نفيه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وعادي وعقلي. هذا هو موضوع الدرس القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هل هناك شيء؟ مكتوبة شيء. نعم مكتوب. أقرأ عليكم. لما تقرأ؟ أقرأ النفس، أقرأ كتابك كفى بنفسك. بيقول هنا الرسول مؤيد بالمعجزة، فلذلك ما أتى رمز صاد صلى الله عليه وسلم. رمز صاد به يفيد العلم والقدر، لكن كيف نجيب على من ادعى أنه أتى بسحر؟ وما الفرق بين السحر والمعجزة؟
الفرق أن المعجزة لا يمكن معارضتها، أما السحر يعارض به بسحر المثل. ولذلك قالوا لما اعتقدوا أن سيدنا موسى ساحر قالوا إيه؟ ماذا قالوا له؟ اقرأ الآية كده. وقيل للناس هل أنتم لعلنا نتبع، يعني قالوا سيدنا موسى سنجمع لك السحرة. ليه؟ من أجل أن يعارضوا موسى عليه السلام، لأنهم ظنوا أن ما يفعله من قبيل السحر، فلما تبين لهم أنه ليس من قبيل السحر فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا. بعدين قال وألقي السحرة ساجدين، لأنهم عرفوا أن هذا ليس من الإيه؟ من السحر. فالمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي الإيه؟ النبوة تصديقا له سالما من المعارضة. أما السحر في الحقيقة قالوا ليس خارق، وإنما له أسباب خفية يعرفها مين؟ السحر. يعني هو أمر ليس من الأمور الخارقة، إلا أنه له أسباب خفية. واضح؟ هذا هو الفرق بين السحر والمعجزة. فلا يلتبس الأمر أن المعجزة غير غير السحر. ما معنى الزنديق؟ هو الذي يظهر الصلاح والتقوى ويبطن الزيغ أو النفاق أو الكفر أو ما عدا ذلك. هو لفظ ليس عربي، كلمة زنديق ده لفظ فارسي، ليس لفظا عربيا. في حاجة أخرى؟ هل لابد لفهم من التمكن في علم المنطق؟ فرق السؤال، هذا خطأ ليس صحيحا. المفروض يقول هل لابد، هو بيقول هل لابد لفهم التوحيد من التمكن في علم المنطق. لو كان المراد بالتوحيد يعني الاعتقاد لا، إنما إذا كان المراد بالتوحيد يعني علم التوحيد يبقى لابد من المنطق. يبقى هناك فرق بين التوحيد وبين علم التوحيد، مفهوم كده؟ في توحيد لغة، في توحيد اصطلاحا، وفي توحيد بمعنى العلم. فما هو التوحيد لغة؟ هو جعل الكثير واحدا، أو اعتقادك الوحدة، ده التوحيد في اللغة. أما التوحيد اصطلاحا هو إفراده المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال، ده التوحيد اللي هو بمعنى الاعتقاد. أما علم التوحيد لما نقوله يعرف علم التوحيد، في كثير من الطلبة خاصة كانوا يدرسوا في دار الإفتاء نقول له عرف علم التوحيد مش التوحيد، فيقول إفراد خطأ. علم التوحيد تعرفه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية. يبقى في فرق بين تعريف التوحيد وتعريف علم التوحيد. فإذا كان المقصود من التوحيد أي علم التوحيد فلا بد من المنطق. والإمام الغزالي وهو أستاذ المتكلمين وأستاذ أهل المنطق أيضا يقول من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. ليه؟ لأنه كتب علم الكلام في الآن، سمعنا الآن في هذا الدرس عموم وخصوص وجه، سمعناه كم مرة؟ مرتين. والعموم والخصوص الوجه في علم
المنطق. فإذا لم تعرف المنطق فكيف تعرف العموم والخصوص الوجهي؟ فإذا علم التوحيد محتاج إلى معرفة أصول الفقه، ومحتاج إلى معرفة المنطق، وقبل ذلك محتاج إلى معرفة اللغة العربية، النحو والصرف والبيان، علم البيان وعلم المعاني. لكن ممكن البديع مش محتاجينه، إنما محتاجين علم المعاني، ومحتاجين علم البيان، ومحتاجين علم المنطق، ومحتاجين نحو، ومحتاجين صرف، عشان علم الكلام. لأن العلوم منها علوم مقاصد ومنها علوم وسائل. العلوم مقسمة على كم قسم؟ 3: علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم العلوم الحديثة. علوم المقاصد زي علم الفقه وعلم أصول الفقه، وزي علم التزكية، وزي علم الكلام، كل هذه تسمى مقاصد، علم التفسير. أما علوم الوسائل، علم النحو، علم الصرف، علم المنطق، اللي هي علوم الآلة، هذه اسمها علوم الوسائل. خلاص، هل لديكم شيء آخر؟ أسئلة أخرى؟ سؤال واحد فقط. أعد 3، إذا لم تجاب خلاص. 3 2 ها؟ أركان شكر. الحمد له أركان 5، مش كده؟ الحمد له 5 أركان. والشكر أيضا نفس 5: شاكر ومشكور، ومشكور به ومشكور عليه، والصيغة. يعني في القلب والحركة، يعني الفعل فالنية، يعني في القلب. الشكر إما يكون الشكر لغة، هو الشكر لغة، هو تعريف الحمد اصطلاحا، يعني فعل ينبئ. الفعل هذا إما أن يكون قول اللسان، إما أن يكون عمل بالأركان أو اعتقاد القلب. هذا هو الشكر، اللي هو الشكر لغة، هو نفس الحمد اصطلاحا. واضح؟ طيب، في غيره؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.